بالواضح كتر خير صعد جودية حس الناس الصاد أسية وسط كل تلقاها الطيبة غيمة مطر وضحكة هنية كده بالواضح كتر خير صعد جودية كده كده بالواضح حس الناس الضج يا سيا كده كده بالواضح من نفاج الفكرة تعدي تفتح باب للإنسانية يلا نتابع صورة ومشهد باقي حكاوي سعد جودية كده بالواضح سعد جودية سعد جودية سعد جودية اخر النهاية خلصت من الركشات بعد تلتلة وخسارة نص المبلغ طيب ما كانت تنزله مرحب الله إلا انا سوق 60 ركشة ديال براي انا كنت معتمد على الموضة العمالة خليل في الحي انت اساسا من الاول ما لكم الحي اساسا ما بتعرف فيها الايجار اليومي ب 500 جنيه انا قاعد مع خليل جات مرأة طلبت 15 ركشة دي حاجات انت ما بتعرفها اصلا الله يكسبك يا خليل خليل ولا مرتك اللي قلبت ناس الحي لما منعوا الركشات في الحي ده الله لا يكسبوا للاثنين والاثنين الثالثة والرابع ناس الحي غايت مرتك دي خطر عليك لكن اللي قلت لك دواء انا ثاني خليها لك تمشي زي الخيط اقول لها يمين تمشي يمين اقول لها شمال تمشي شمال كيف يعني هتعمل لها دريكسون اسمعني بتعرف لك فكيه كده قاطع فكيه فيه يا حبيبي خلاص علاج اتمرن الحمد لله ها تدينا في المويه 24 ساعه يبقى زي الشعر في العجين ولو ما بقى أبيك تشيل كل شيء وتجيب شرمينا بعده بعده برا كله ما أبيك لا 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 دي ضمانة ممتازة أيوة نحن موافقين أيوة أرسلكم مصدق قلت الزول ده كيف ما مصدق أنت مش قلت لي الزول ده المجرب عملت فراشة قالت لي والله العظيم ده شفتها بيوقف الساعة الساعة دي هاي لعبة بوقفها والدبيب بخليه يمشي عليه خلاص نحن نجربه ده كلامها هي دروايتها هي خلاص نحن نقول نجربه طالما قال لنا كده نمشي نجربه في السحاب وإذا نجح نعمله في الآخرين خلاص خلاص ها ليش شنو؟ أتفل لا قدام الأوضة بخلق كده المهمة بدت الظاهر مفعوله بدأ يسري أهم حاجة إنها تكون عندها ضيق الخلق والزهج أهم شيء دمنول في الباب دين الباب قال شنو في اجتماع في لجنة الحي وما لما دخلت لأني طرطة أنا ما فاضي للكلام الفارغ اللي بيعملوا فيه ده. الله أكبر. الدواء مفعول وبدأ يسري. بالمناسبة يا سعد، عملت لك أشوف تزيين الحي والحديقة
الشتول في الشوارع. ده كلام فارغ سار. انا كنت مهملة نفسي ومهملة ولدي وبيتي في ناس اصلا ما منهم فايدة. الله اكبر. وبعدين اقول لك حاجة، انا اخدم في الناس والجارة وساعد في ده وامشي لده واجي له، يوم من الايام في ضيق لي شكا الناس دي كلها جاحدة. بس المرفعين قال لي بني ادم ده اكل ناشف ما لانه ما عنده فايده وما عنده امانه. امي شفت الاستاذه بتاعت الوزير حقتي؟ تعالوا هنا. انا امينه مكتبه، انا اخدم البيت ده، اخدم الجته، اخدم اروح، وشنو الحكايه؟ ابوي امي مالك؟ عندها عمل. بسم الله. الشغل هناك هي اصلا بتقوم تعبانه في الشغل. ما زمان كانت شغاله برضه. بس زمان ما الشغل اللي هناك ما كان الشغل. قوم امشي راح شوف لك البناء بتاعك في الفيلم بتاعك ولا اي شيء. لفك قاطع؟ قاطع شديد. كيف يعني؟ خلي لنا سعاد دي تتنرفز فيني انا وفي وحيد. يعني عمل علي وعلى اعدائي؟ لكن برضو احسن، برضو احسن. كيف؟ ده عمل لنا سعاد جديدة اللي كنت فاقدها، دي قلوب منرفزة وعدم احساس باي عمل طوعي او استشاري، بس اتفرغت لنا انا وحيد. بس ان شاء الله تكون النتائج مثمرة. مثمرة ساي؟ مثمرة تمام التمام. وكمان الفكيدة هنستثمره محليا واقليميا وقاريا. كيف دي بس؟ الله الله. سعد انت لسه ما لبستي؟ البس لشنو؟ لا نحن مش متفقين كل يوم خميس بنمشي نتعشى برا؟ ما عندي مزاج اطلع من البيت ده. امشي انت براكم. ونمشي نخليك مثلا؟ عادي. اطلع امشي انتوا الاثنين، انا زهجانه ما عندي مزاج امشي يا اخي. اتحركوا امشوا ما مشكله يعني، لا لازم انا امشي؟ انا زهجانه، اصلا اطلع معاكم اتكلم مع زول بيزهجي ده ولا اناغي زول تقول لي الزهقي وتكوركم انتوا كمان. يا اقول لكم حاجه، انا زهقت عايزه انام. كده والله يا ابوي امي بقت عصبيه شديد، بقت ما بعد تمشي الشغل ولا اي حاجه، انا بقيت خايف عليها. امشي وديها دكتور. لا 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 ما في مشكله، زهجه وبتفوت. نحن نمشي ونتعشى ونجيب لها معانا بيتزا. رح. لا لا نمشي. الفكيده ما بالغ؟ كمان لحق الولد؟ يا اخي ده مشوار بيجا مميل خالص، لفته مرة. وحيد ما بكون داري يشوف جد وحبوبته. خلاص امشي معاه انت، خلوني انا. لا الموضوع ده جرة. الظاهر الفكيدة ما بيفرس. اسمع يا حامد، انا عايز اغير العفش والستاير. لا دي جديدة. الفكيدة زودها. انا ما قلت له للدرجة دي. مالك ساكت؟ نشوف ان شاء الله. اسمع وتيابي دي كمان جدمل عمري ده كله البس يا ما خلاص عايز اغيرها شويه. بس انا لكن لو ما عايز قول ما عايز، ما تقعد تبسبس ليه؟ لا انا كنت عايز خلاص خلاص واحده واحده، مره الستاير
مرة العفش ومرة تياب. أيوة يعني في سنة. لا خلاص خليني أفكر شوية وأشوف الميزانية وبعدك بتصرف. وبعدين يا حامد على نفسها جنت براغش، ما كنا كويسين آخر حلاوة، ليش تدخلت في روحك يا حامد؟ فكرت في الموضوع يا حامد؟ لا لكن بس شنو ما تقعد تبسبس لي؟ الموضوع ده انا كلمتك به من الصباح، اذا عايز تعمله تعمل، اذا ما عايز تعمله ما عندك اي مشكله، لكن بشرط. جدا. شرطك شنو؟ طلقني يا حامد. اطلقني؟ مالك يا حامد؟ قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك انت لغاية السنين؟ ما تقول يلا عشان نمشي. كويس. نسيت ليلة الجمعة هنمشي بالناسبول وانا واحد من جنان مغيرين وراجعين. ما نسيت. طيب خلاص قول يلا عشان نمشي. خيرا صحيت؟ قال فكي قال فيك حنكك يا حامد.